الأمنية اللي كتعينوا الآن على طول الشريط الساحلي وكذلك باقي المواقع في المنطقة ديال البيضاء أنفا وكذلك باقي المواقع بولاية أمن الدار البيضاء، أنها إجراءات أمنية مكثفة بالمناسبة ديال السنة الميلادية الجديدة. نتمنى أنها تدخل على الجميع في الصحة والعافية وكذلك في أحسن الظروف. هي إجراءات أمنية اللي وجدت لها المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوسائل اللوجستيكية وكذلك الوسائل البشرية باش تمر في أحسن الظروف ويتأمنوا جميع المواطنين كذلك باقي المواقع والفضاءات اللي يمكن يرتادوها الأجانب وكذلك الأشخاص بصفة عامة. كتنبني هذه الإجراءات على العمل الوقائي، التواجد الأمني بالشري العام وكذلك العمل الجزري اللي كيضبط كل الأشخاص اللي هما يتسول لهم نفسهم أنهم يعكروا الجو على باقي المواطنين اللي كيتجولوا في ظروف عاديه.